السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا جداً. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة. السلام. بصوا يا جماعة صلوا على النبي كده. وبصوا عشان خاطرنا عشان تعبنا والله قعدنا نرص في الترابيزة دي ساعة لما الأكل برد وشبعنا أساسا. فحطوا لايكات كتير بالله عليكم لايكات كتير. النهاردة أكبر ترابيزة سي فود اللي تاكلوا تاخد تمن. بس النظام هيتغير يعني هم عندهم 10 دقايق واحنا عندنا 10 دقايق. هنحسب لهم هم هياكلوا ايه في ال 10 دقايق واحنا هناكل ايه في 10 دقايق. كل حاجه سعرها هقول لك. الجمبريه الواحده ب 5 جنيه بس. الكابوريايه عشان يعني صعبه في اكلها 25. اكتبي يا ماما الاسعار. الجمبري 5 مخلص. الكابوريا الجمبري 10 لا الجمبري لا 5 اول. الجمبري 5 الكابوريا 25 ماشي. السيبيا الواحدة ب10 ب15 ده مقللة منه ب15 السيبيا ب15 ماشي. السمكية المقلية ب35 والمشوية ب30 الطبق الرز الابيض ب50 والاحمر اللي هو الصياديه ب45 45 معانا شنطه عيش. اللي هياكل رغيف على بعضه الرغيف ب40 جنيه الربع ب10 هنحسب بالربع ب40 بصوا بقى الكنز بقى الكبيره الكوز ب60 جنيه مفيش حاجه 100 قلنا السمك المشوي ولا ما قلناهوش بس كده. ويلا نبدا ونسمي الله وابداوا انتوا عشان انتوا بصوا تعبتوا وجوعتوا ويلا ابداوا انتوا في ال10 دقايق. هات التايمر. ما ينفعش يبقى في التايمر. انا ينفع اجيب ده على جنب كده؟ لا ازاي عدت ازاي؟ وينفع اجيب ده على جنب كده؟ ايه؟ ينفع اجيب ده على جنب كده؟ ايه؟ انت ممكن تفتح وتغير لك كمان. لا اصبري. ما انتوا معاكوا ال10 دقايق. معانا 10 دقايق. تعملوا فيهم ما بدلكم ان شاء الله تقوموا تقفوا فوق الترابيزه ما حدش هيقول لكم بتعملوا ايه. سيبي ده دلوقتي احنا ناكل رز و طبعا انا مغليه لكم في الرز والحاجات دي عشان تبعدوا عن الحاجات السمينه. خشي يلا ابدا. ابدا لا استنى ابدا ايوه يلا يلا لسه استنى ها مش هنكتب الحاجه لما يخلصوها. وحطوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وعدوا معانا. معانا امبارح طب عد احنا كان عد ازاي؟ واحده اتنين جمبري وانا واحده جمبري ماشي نحسبهم كده. ايه ده وائل بياكل رز صياديه؟ ما لقيته قدامي الابيض اغلى يلغي الصياديه وكل ابيض خلاص بقى كل معلقه فيها جمبريايه ماشي. التحدي ده يا جماعه محتاج 5000 لايك. احسبي انت لامك وانا احسب اتنين انت كام جمبري؟ انت كام جمبريايه؟ عدوا انتوا يا جماعه. هقول لكم حاجه ما اعرفش الجمهور الحبيب هو اللي يحسب لكم ويحسب لنا. هو بياكل كل معلقه رز فيها جمبريايه بيبقاش كده 3 5 5 ما تلخبطش الدنيا بالله عليك. وحكيتي عندك عايزه برنجان اديها البرنجانيه ب 4 جنيه ونص لا بقى 5 جنيه البرنجانيه ب 4 جنيه ونص هحسب انا هحسب ولا هاكل؟ اجيب لك بتنجانيه ب 4 جنيه ونص؟ لا البرنجانيه ب 5 جنيه زي الجمبري؟ لا مش عارفين نحسب الشمال 5 حين ايوه عشان الحساب ماشي. البرنجانه ب5 مظبطين هو ده كام؟ 4 والله ماشي خلاص 4 انتوا قلنا 5 خلاص انا هعلمه خلاص انا هعلمه مش عارفه. بصي زودي له 2 مش عارفه قولي 8 كده مش عارفه 8 وائل جمبري لو في المونتاج في حاجه نكتبها ولا 5 والله مش 5 يا معلم خلاص برنجانيه برنجانيه سيبيا قلنا بكام؟ مش هنخش دعوة بالرز ماما سمكية مقلية لسه ما خلصتش الثانية ظبطت 10 دقايق مظبوطين فاضل لهم 8 كل معلقة فيها جمبري ماشي. ابو عدوا يا جماعة بالله عليكم عدوا بصوا يا جماعة احسبوا انتوا احسبوا معانا لحسن احنا اتدمرنا
معانا تشكيله جمبري محمر، كابوريا مشويه، سيبيا محمره، سمك مشوي، سمك مقلي، رز صياديه، رز ابيض، جرجير. اجيب لك جرجير يا وائل؟ ها؟ جرجير؟ لا. عايز ايه؟ برنجان؟ هتلاقي برنجان، خلصت البرنجان. ثلاث برنجانية. ستة؟ سبعة؟ اه ماشي سبعة. ده بابا غنوج كده ملوش قيمة؟ ده أحلى بابا غنوج والله، عامل إيدك يا ماما. مش بفلوس. لا أنا بحب البرنجان اللي عندنا. وبقاطوا بقى اللي عندكم. مش هتفرق. خلاص دلوقتي أما تاني. ثمانية عارف ما شاء الله. حاضر يا ماما. أنت ما 10 دقايق لسه ما خلصوش. لسه في اولهم بنزلهم سبعه. ده برضه الجمبري. خلص الصياديه وخش على اللبن. عدي بقى ابوكي بياكل كام معلقه؟ عدي بالمعلقه. هي بتحسب سبعه ثمانيه تسعه. انت بتاكلي امتى؟ ده فعلا دي الثالثه. قولي بنتي مش اللي بتاكلي امتى؟ ده ماما تحدي سرعه، يعني لو ما شدوش حلوهم هنشد احنا عليهم. وبعدين انا حالفه امشيهم من غير هدوم. ستة مين؟ تسعة. كان المفروض الرز يبقى في طبق. مش مشكلة مش مشكلة. عشرة. تلاتة. اتربع. اربعة. اربعة. خلاص. ما هتبغي مش دفتر. تلاتة. تلاتة. سيب يا الوائل. انا مالي ومال امك. امك انت توتي وتوتيني. توتني والله. لا هي اربعة وخمسة. اربعة؟ ده وصلت لتسعة يا بنتي. عشرة. عشرة والله. عشرة ولا 11. عشرة. خلي بالك مش هتلحقي تخلصي الرز. خلي بالك انت دخلتي في الوقت اللي فاضل لكم خمس دقايق. بتاعكم كتر. والله فاضل لكم خمس دقايق. طب انت تدلعوا. طب فاكرين 10 دقايق كتير. خمسة. هي خلصت السمكية. انا مش شايفه حد كل جمبري ولا سيبيا. ها ما كانوش جمبري ولا سيبيا يا جماعه. ده الجمبري بجنيه. الجمبري بجنيه. 5 جنيه. والسيبيا بكام؟ سيبيا قلنا بكام؟ 15. 15. كنت متعصبه دلوقتي بقى نشوف بتحسب. عارفه يا جماعه انا حاسه ان انتوا بتحسبوا معانا وداخلين جوه الموقف. انا ما مش عارفه اتكلم. مركز. هو لازم تركز لان انت خلاص انت وضعك خلص. 10 و5 هتعدلي في المونتاج. لو انا هقعد اعد. لا هم الناس بقى تعد لو في غلط تقول. التحدي ده يا جماعه محتاج 5000 لايك. 5000 لايك. لا جمبريه. وتقعدوا تفضلوا معانا اكله سي فود بورسعيديه اصيله. طبعا بعد اكله السي فود من بورسعيد. بعد اكله السي فود من بورسعيد. بورسعيد. خلاص بيلعبوا فاضل لهم 4 دقايق. والله طلعت الجري. لا بصوا ما تاكلوش الرز بالمعلقه، اكلوا بايديكم. ايوه انا هاكله بايدي. يا لولي يا جامد هتكسبوا. ورونا انتوا. ماشي. ايه رايك يا محمد؟ احنا هنوريكم المفاجآت. تساعدني يا محمد؟ ماشي. ايه وسبيان؟ 3. انا من 3 سبيان. انا قلت 3 والله العظيم. برضه هاخد هدومكم قبل ما تنزلوا. هو برنجانيه. ربنا يسامحك. بابا برنجانيه ماشي. 16. بس ما بصوا متحمسه بس برضه مش هتكسب. لا مش ممكن تخسروا على حبه الرز دول. ده فاضل دقيقه. ده 36 ثانيه. 3 دقايق ونص. اوعى والله. 3 ونص. لا يبقى لسه. هو شاف غلط فعلا. هو مش بيهزر. ايدي مش سيبيا. سيبيا ماشي. 4. ما كلتوش كابوريا. هناكل كابوريا. مفيش وقت للكابوريا. تراهني ان احنا هنكسبهم باكتساح؟ سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. راحتهم خالص. اشيل لك الطماطم دي. تعرف تاكل؟ اهو بالظبط. يلا. وبابا غنوج ملوش اي حاجه. انتوا ما سبتوش التحدي في دماغكم صح.
انا وانت هنرسم دلوقتي ونخطط عشان كده الكرتون ده الاول صح انتم ما عرفوش ارسموا يا جماعه 15 انا قايل خلينا نعد ده كنا عايزين نعد للاثنين ده هزو وقولوا لنا ايه رايكم في الاكله دي وقولوا لكم ايه رايكم في الترابيزه دي وقولوا مين اقوى حظ فينا اكبر ترابيزه سفور حصلت على اليوتيوب انا حاسه ان التليفون مخبط ليه صح في ايه يا حسام مخبط السرعه 15 لسه جايب انت دقيقه ونص دقيقه يعني ده يعني دقيقه و54 ثانيه بالظبط انا ضايع في الكبيره بس ما انا ما هي الرابعه على فكره انت قلت ثلاثه بس والله يا بنتي ده من 10 دقايق بتقول ثلاثه ما انت ما اكلتيش اصلا انت عملت كده جنبي هو اكلت الكبيره عدوا انتوا يا جماعه على التحدي بقى انت كده ضيعتيهم اختي بتقول لي تحدي صعب عدوا يا جماعه بالله علينا بالله عليك واحنا هنعد برده اما الفيديو ينزل ونشوف العدد الصح ايه لو كده هتكتب على الشاشه مين ليه عدي بقى لا مش هعد وانا بمنتج لا صعب امنتج ولا عد انا هبله شوفوا حاجه الساعه يا اولاد بالله كام شوفوا جوز احنا ايه مش زي بالهم يا اولاد شايفه 19 فاضل دقيقه حرام الرز هو امين مش عارف فيها بالظبط كملي انا 20 انتوا الاثنين جيتوا على بعض زي ما بقول لك 20 هو 2 ابدا تخسر الرز لا لا خلاص كده هو كده الرز خلص هو في رز ساعتين هتخسروه هتخسروه خلص الرز هي اخر معلقه هيلموه من الزمن على الترابيزه ده اتقطعت الفرشه خلاص اجيب لكم عيش لسه نص اقل من نص دقيقه ولا 25 ثانيه خمسه طبق ها في العد التنازلي يلا لحسن انا بقعد وحيد ربنا عيش. انت هتخش على عيش احنا قلنا الرغيف بكام 40 جنيه بصوا بقى يا جماعه ايه استنى ايه قاعد انت اللي بخت اللي بخوم وقف وقف ماشي يلا يا لولي استنى نحسبهم ايه حسبكم ايه هنوقف نحسب ونقول لكم بصوا يا جماعه هم كلوا ست سبع برنجانات سبع انا اكله 8 لوحده 9 و واحده مقليه سمكه مقليه وسمكه مقليه 12 سيبيا و12 سيبيا 50 جمبري و50 وحده جمبري واثنين رز ابيض وواحد احمر هنحسب بقى ايه في الاخر مفيش جرجير حاجه استنى لسه بقى لا استنى بقى كنت بغلق استنى حاضر انت مستعجل ليه تعالى منه يلا امسكي استنى عليه استنى بس عشان ما تبدايش الا ما نقول ما بداتش والله احنا طبعا احنا بقى احنا براحتنا ال10 دقايق يا طيب يلا ابدأي بسم الله انا هاخد مع كل معلقة جمبرية يا حنانة عند العلم انتوا كل كابوريا هم بياكلوا مالك اربعة سيبها يا طيب مين بيقد المين ثلاث جمبريات في معلقه الرز دي دخلت على ساعه تعمل شويه مين بيعد المين هو كده كام سته سته بتعد المين تعالى مفتاح للكابوريا؟ لا لا معلش شكلي مش قادرة اخد كل ده. هتاخد جمبري؟ ستة سبعة
انا بقى ماليش دعوه. خدت جمبريه كمان. وانا مين بيعدل؟ عدل يا جماعه. قصص لك كابوريا. ملكة بسمة ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة. 8 10 ده انت كلت 7 10 11 مش متحسب. انا قايمة معايا 11 وسيب يا يايا. متأكدة؟ شكلك فيكي بس ملا. احنا مع بعض. انا عندي ايوه من الاخر من الاخر واحد 12 الاثنين. انا بص انا احسب الجمبري انت احسب السيبيا. ماشي انا كده 12 جمبري ايه كابوريا حلوة. انا باكل كابوريا برنجانيه. ايه خليكي انت في السبب برنجان انا هنا في الجمبري. عايزه برنجان. عايزه برنجان وعيش صح يا سيدي. ناولها. انا باكل كابوريا. معلش تناول حد حاجه يكسب. تعالى بسم الله. سيبيها ايه ثانيه اهي. اثنين يا هو يا جماعه. انا تعبت والله. والله تعب. كان ده شغل بس. انا 12 2 و1 ولا 12. خدت كام؟ انا اقعد اعد لهم. انا اقعد اكل واحده يا بنتي. انت رايح كام جمبري؟ 12 1 2 3 4 5 دول 10 10 و12 و20 حد صعب قوي. يلا هوي عايزين بقى لايكات حلوه بقى عشان التحدي اللي احنا تعبنا فيه دون. واحسب لك ابوريا كده. انا اكلتها ايه؟ المشكله ده انا اكل اكتر منك. المشكله يا جماعه الاكل بسرعه صعب بيقف. الاكل بسرعه بيشبع بسرعه. جمبريتين يا حنان. ها وبرنجانتين. انا اكلت برنجان. عشان هتروحي النادي. انا هخسر على معلقه الرز دي. جبالة؟ معلقه رز. جبالة؟ لا انا عملت حركه وحشه واكلت بولتين رز. اه. انا غلطت. لا انت غلطان. يعني معلقه الرز راحت؟ انت بولت رز وبولت رز. ها؟ انت بوظت اثنين. هي عايزه تحاول تاكلها معايا بالله عليك. حنان جمبريه. احنا مسحنا الرز. ها حنان جمبرياية. طب ما هو حنان ثلاث جمبريات. علي لسه صح؟ لسه 24 25 26 27 28 30 ماشي. ابنك بيرمي البطاريه يا ماما. لا اشربوا ثلاثة. ثلاث برنجانيه كده. ثلاث سبيات. ثلاث برنجانيات. ثلاث سبيات. لا والله ثلاثة. عم نخش في الكابوريا. لسه لنا البطروخ يا جماعة. ما هو دي البطروخ. عايزة؟ لا يعني هو اللي ده اللي هيشبعك.
احلى حاجه بنتفرج ليه ياكل كله يتفرج عليه. لا ما بتفرجش انا ده انا بعد استاذ معانا بعشق الكابوريا اصلا. ثلاثين جمبرية وثلاثة وثلاثة ولسه ما كانتش عشان كده سبتها عشان استمتع بيها. أربعة أربعة قلت الأكلة دي ما شبعش منها. كابوريا ولا حناجل؟ حناجل. كلت كابوريا؟ فين بيقول على الكابوريا حناجل؟ قلت لي يعني حناجل كابوريا. أربع جمبريات هو يحط؟ كابوريا يا باشا. البتاوز ثانية؟ البتاوز فوقي. ها؟ اه بس البكلاوز ده كنا نحسب البكلاوز بربع جنيه. بجنيه. البكلاوز بجنيه. فاتت خلصها كلها. ما مخلصها انا لسه بحبها. حتى العظمة تاكليه. ماشي يا بسملة. بسملة انت معايا. وبيحكي لي على الخناقة بعدين. انت مع مين؟ انا معاك طبعا. معايا طبعا. طب يا حبيبي. طب انا خسران. طب انت يا حبيبي. ابوكي خسران. عادي يا بابا فداك ايه؟ هنعمل الثالثة؟ انت لو ما قلت وانا خمسة كابوريا؟ انا بلعب بخطة. انت لو ما كسبتهمش مش هحكي لك على الخناقة. انا شبعت. انا في ايدي اقول لك وما تحكيش. ايه؟ وانا احب احكي بالتفصيل مش هحكي. اه. انا هاكل انا علي مثلا ما تكسبه معانا. كسبه معانا. بصي هي احنا بص احنا بناكل بقى كده بقى تقوم قاعد تفكر في الخطه بتمشي بقى في خطه ايه كله بنجان. بنجان سهل نسيب ده كله وناكل بتنجان. انا عارفه اعمل كده. بتحب البنجان انت بتعشى ايه؟ تعالي تسال تاكل البنجان بس. سبت الوقت خمسه. ده كل بنجان يا انا والله كل برنجناي عشان يفوق. انا اصلا نسيت. احنا قاعدين بنتفرج. وربنا في حد والله انا نسيت السيبيا. اه جمبري وخمسه واربعه واحنا خد برنجناي تاني عشان يبقوا خمسه وخمسه. خمسه برنجان وخمسه سيبيا. خد اثنين كمان. لا انت بتساعديني عشان الحساب. خمسه وخمسه لسه ما خلص الغفله بتخسر على الام ليه؟ اكلها 5 5 30 جرجير جميل قوي. مش في الحساب للاسف. 36 ثانية 35 34 ايوه اعمل ايه 33 كام 6 هم اكلوا الغفله ايش بس ده 24 23 21 20 19 18 7 خلاص 14 13 كده 6 6 سيبيا 8 7 6 5 4 7 خلاص 5 سيبيا 7 وهي واحدة يبقى 8 وشربنا الاثنين كنز. كم جمبريه يا بسمله؟ ايه كم جمبريه؟ 30 و25 طب وقفي لغايه ما نكسب. هنرجع لكم تاني. عايزه اقول لكم انا اتلققت بجزم البيت كله. كلنا قاعدين نكسب في الحته. مش عارفين نغسل ايدينا يا جماعه. مش عارفين نحسب. مش عارفين نغسل ايدينا عشان كنا بنقزز لو سمحتوا. بصوا يا جماعه انا في فرق قاعد جنب النحاب. بصوا يا جماعه احنا طبعا لسه هنكمل والعيال بتقزز واحنا بنقزز. اللهم صل على النبي. احنا قعدنا نحسب واللي توصلنا له الله. خد يا ميدو اطلع واخد في البطروح. خد يا اللي احنا عايزين نقوله لا اله الا الله. انت اختك يا قلبي يعني يما. بصوا يا جماعه النتيجه النهائيه وعدوا انتوا بالله عليكم وقولوا لنا. والله انتوا مضيعانا بسمله. احنا مش واثقين في النتيجه دي يا جماعه. الجدع بصوا هم كسبوا حنان وعلي. كسبوا حنان وعلي لكن احمد ومحمود لا. محمود مين؟ وائل وبسمه كسبوهم. اتاريهم عدل لنا. بصوا يعني مثلا ايه كلنا 55 جمبريه حسبونا 55 جنيه.
والنتيجة النهائية كام يا ماما؟ قولي هما الأول كام؟ تقريباً هما 655 وتقريباً انتو 810. انا حلفة لا لاخد هدومكم في التحديات دي. علي النعمة لو باخد منكم فلوس كان فاتي بصوا اشفرتكم. انت بتاكل وانت خسران؟ اه اقول ايه خسرت خلاص. بصوا جماعة عدوا معنا ولو عجبكم الفيديو ده انا مش واثق في النتيجة عشان كده قاعد باكل. لا عدوا انتوا يا جماعة وانتوا هتقولوا النتيجة بعدين. بصوا احنا كلنا بولتين رز وهم ثلاثة بس احنا كلنا كابوريا كتير وكلنا جمبري وسيبيا اكتر. احنا لعبنا وشربنا الاثنين كنز الكنز الواحد ب60. بس كده ولو عجبكم الفيديو لايكات كتير كتير واشتراكات وتفعيل الجرس. احنا كسبانين هم هيقولوا احنا كسبانين. لا ولو كده 600 وحاجه هم 800 وحاجه يعني الفرق برضك. المهم مين اللي هياخد مين اللي كسب؟ لا هم 810. لا انا مش هدفع حاجه لما اشوف 55 بجد. طيب انتوا كسبانين انتوا فوق الوش اكتر. يلا يا جماعه نسيبكم في امان الله وحفظه. ما تنسوش لايكاتكم الحلوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.